نسوي حلى شتوي ويلا نسوي تارت الشوكولاتة الساخن. طريقة جدا سهلة، عندي المكونات الجافة هنا ملح، راح أضيفه على البسكوت المطحون، بسكوت بالشوكولاتة. ممكن تستخدم الجوزاء أو أنا استخدمت هذا البسكوت بالشوكولاتة طحنته، المتوفر استخدمه. عندي كمان هنا بيكنج باودر حضيفه. الخلاط راح نخلط البيض، مع الفانيليا، السكر، والزيت. راح نخلط المكونات. الخليط اللي خلطناه راح أضيفه هنا. راح أضيف عليه المواد الجافة. راح نخلطهم سوا. عندي هنا الصينية مدهونة، بخاف الزيت، راح أنزل فيها الخليط. راح أخلطها خطوتين عشان تتساوى. حدخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية من تحت، بس من 20 لـ25 دقيقة حسب الفرن. أسوي الصوص اللي راح نحطه على التارت. عندي هنا 50 جرام زبدة، مع نص كوب شوكولاتة، ممكن تحطوا 3 حبات جلاكسي متوفر، وراح أدخلهم الميكروويف يدوبوا. راح أدوبها، طبعا ما تزيدوا الحرارة لأنه لو زدتوها حتنحرق الشوكولاتة. حضيف القشطة، راح نحركهم سوا لحد ما يتجانسوا، كده بصير عندي صوص الشوكولاتة جاهز. وكده صار عندي صوص الشوكولاتة جاهز. استوت عندي، استوى التارت. راح نعمل فيه كده، وبعدين حنسقيه بحليب الشوكولاتة. طبعا ممكن تسخن الحليب، بس خلاص هي ساخنة وانا كمان راح احط السخان كمان شوية، فخلاص بدون تسخين مو مشكلة. راح نسقيها بعلبتين حليب اي نوع، مو شرط نوع معين، ممكن انتو تسووا كاكاو بالبيت وتسقوها كمان اختياري. طيب يا جماعة، عندي علبة واحدة حاسة كفاية، فما راح احط العلبة الثانية، خلاص كده حنستكفي بعلبة واحدة. عندي هنا صوص الشوكولاتة اللي سويناه، راح اضيفه عليها. راح ندهنه. أسوي خطوط صوص أبيض، حبة جبن مربعات مع حليب محلى، راح أخلطهم وأسوي خطوط للتزيين. شايفين؟ ساخن. الحلا موزون، انا ما بحب الحلا زايد، فاذا بتحبوا حلا زايد ممكن تزيدوا شوكولاتة سكر. بالنسبة لي 100 ممتازة.